هذاك السلوك كتبعوا الأنانية، يعني حنا كمسلمين كان من المفروض علينا أن يكون عندنا واحد التفكير يعني في المجتمع بصفة عامة، ونفكروا في بعضياتنا ونستحضروا في هذا العيد ديك الروح ديال الدين الإسلامي السامحة. ولكن كنشوفوا أن الناس ديالنا ولا المجتمع ديالنا بصفة عامة كتبعوا الأنانية، كيفكر غير في راسو، وقضية أنك باش تمشي تسرق راه ما عندها حتى شي معنى. بغيتي دير واحد الحاجة يعني اللي هي كتقربك من الله سبحانه وتعالى، ولكن في الاخر كنشوفوا انك كتعيد بشي حاجه حرام. يعني كنفهموا هنا بان بزاف الناس كياخذوا الامر مجرد عاده اجتماعيه خصو يديرها وفقط، يعني ديك الروحانيه ما حضرش في بالنسبه للناس اللي كانوا مرض بكورونا وخرجوا من السبيطار وداو داك الشيء. الناس انانيين، الناس ما عندهمش لا حس انساني ولا وطني ولا اي حاجه. يعني هذا الشيء نقولوا حرام، نقولوا لا انساني، نقولوا ما مزيانش، نقولوا واحد حاجه ما مقبولاش، يعني خايبه بزاف، ما حتى باش تعاودها راه خايبه. خايبه التعاود. العيد اللي كيكون مشفور وداك الشيء، حنايا خاصك تقرب لله سبحانه وتعالى شي حاجه طيبه وطاهره، وداك الشيء ماشي غادي تدي ليه شي حاجه مسروقه مشفورة. حرام اصلا، حرام، وربي كيحرم علينا الحرام، محرم السرقه ومحرم بزاف د الحوايج خايبه، ما يمكنش غادي تقدم ليه شي حاجه اللي هي حرام. هذه ما كاينش، ما كايناش في الشرع في الاسلام، ما عنده لا دين لا اسلام لا. وبعض الناس اللي كانوا في المستشفى وبرا وهذا، شنو نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الانسان الله يهدي الانسان وصافي، الله يهدي بنادم على نفسه. انا الدوله دعماتك وداواتك فابور وداوت، وكون كنتي غداوي على نفسك راه كنت كنسمعتي يقولوا خاصك 50000 ما عرفتش شحال ديالها، شحال بزاف ديال المصاريف دعماتك وداك الشيء، وكتجازيها بانك تسرق ليها الفوطات والمعدات اللي محتاجهم واحد اخر يقدر يجي يستغلهم من موراك. هذا الشيء اللي كاين، لا حول ولا قوه الا بالله، الله يهدي ما خلق. يعني شي حاجه اللي ماشي لوجيك وماشي منطقيه كاع. واحد باغي تخرب الله ومشى حصل الله من الاخر، يعني شي حاجه غير منطقيه. هذا الشيء اللي نقدر نقول صراحه، ما عنديش فكره على داكشي، ولكن هادو شفت الفيديوهات انا داكشي يعني ما متفقش معاهم كاع، يعني شي حاجه ماشي منطقيه. واحد بغى يطيع الله ساعه صدق عصاه. بالنسبه لي انا سلوك غير اخلاقي وغير تربوي، هذا اعاده التربيه في هاد الناس. هذا واش الفقر زعما يدي الناس لهادشي؟ لا، واخا الفقر ما تعيدش، حسن ما تسرق. اش من عيد عندك انا سرقتي؟ ما عندك حتى شي عيد، لا سنه لا مذهب لا والو، ما هاد الشيء ما كاينش كاع، ما خصوش يكون. كيفاش هادي باينه بوضوح، كيفاش الانسان السبيطار تيداوى وتيتعالج فاذا به ياخذ المعدات ديال السبيطار ويخرج ويزيد يدي حولي لواحد اخر اللي ما عندوش. هذا لا يعقل باش تسمح هاد القضيه هادي. واش تقول لهاد الناس هادو؟ هاد الناس الله يهديهم، نقول لهم اكثر من هاد الشيء، هما مراد وخرجوا من الموت وداروا هذا الشيء، لا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.